فاول حاجه بدا كنشكرها لانها سولات في هذا الموضوع هذا وعرفات بانني حب رشاد مرارا وتكرارا هضرنا عليه وهضرنا على الخطوره ديالو بالنسبه للمشكل ديال الغده الدرقيه. فهنا حب رشاد لي غراندو كريسون ممنوع الاستعمال ديالهم نهائيا بالنسبه للناس اللي عندهم الغده الدرقيه، لان شنو فيها؟ فيها مواد اللي كتمشي الغده الدرقيه وكتعطينا واحد الخلل. شنو هو الخلل؟ ان هذه المواد شبيهه بالهرمونات ديال الغده الدرقيه، خاصه الانسان اللي كان عنده الافرازات مفرطه فهنا كتزيد من هذوك بحال كدير لهم واحد الخلل كيمكن لا قدر الله يتحول لسرطان. الناس اللي عندهم الافرازات قليله شنو كيوقع؟ ان حتى الجسم ديالنا كيعتقدها انها هرمونات وكيوليو كيمشيو للمستقبلات ديال هاد الهرمونات هذه وكيعطيو فيها واحد الخلل، وحتى هنا كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا ديال السرطان. اذا نجنبوا نهائيا حب رشاد، نجنبوا اي ماده سخونه كيف ما بغات تكون. فاحنا كنعرفوا المواد اللي سخان، التركيبه ديال المساخن او مواد اخرى مثلا اللي كتكون مهيجه لدرجه الحراره في الجسم. فالانسان اللي عنده الغده الدرقيه كيخصو ياخذ واحد الحميه خاصه، كيخصو يتبع الدواء ديالو. فلا ليفوتيروكسين اللي هي الماده الاساسيه اللي كتخاد بالنسبه لهذ الحالات تبعوها، خذوها في الوقت ديالها وداوموا عليها، فهي ما فيهاش اعراض جانبيه وديما غتلقاو عليها الراحه، ولكن حدكم انكم تقطعوها كيولي مشكل وكيولي خلل في هذه المساله هذه.